اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام من جديد وتغطية جديدة من تلفزيون اليوم السابع. تابعنا الحقيقة خلال الأيام الماضية ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق. في هذا الصدد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن طرح طماطم بسعر 10 جنيهات للكيلو، وكذلك بعض الخضروات الأخرى بأسعار مخفضة في كافة منابعها من اليوم. أيضا وجه السيد القصير وزير الزراعة وقطاع الإنتاج والزراعات المحمية بضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية بالمنافذ التسويقية التابعة لها بمختلف محافظات الجمهورية للتخفيف عن المواطنين، حيث يتم يوميا طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية لزيادة المعروض منها، خاصة البقوليات والخضروات ومنتجات الألبان واللحوم والأسماك بأنواعها. ويميش رمضان بأسعار مناسبة تقل عن الأسواق الخارجية. أيضا الجدير بالذكر أن ما يميز سلع وزارة الزراعة أنها من مزارع وزارة الزراعة بقطاعاتها المختلفة، وتحمل شعار من خير مزارعنا لأهالينا تلبية لاحتياجات الأسواق لمشاركة كافة الوزارات التي تقوم بدور كبير في ذلك، أيضا من ضمنها وزارة الداخلية والتموين وأيضا الأوقاف والتنمية المحلية. وارتفعت أسعار الطماطم خلال الأيام الماضية لمستويات كبيرة نتيجة لفاصل العروات خلال هذه الفترة من العام، ومن المنتظر أن تعاود أسعارها الانخفاض مرة أخرى خلال الأيام المقبلة نتيجة زيادة حجم المعروض من العروات الجديدة. بالتأكيد الكثير من حضراتكم بيتساءل عن عناوين أو منافذ وزارة الزراعة. في هذا الصدد قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة إن الوزارة لديها ما يقرب من 400 منفذ منتشرين في كافة محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن الهدف من هذه المنافذ هي زيادة حجم المعروض من السلع المختلفة لتقديم فرص بديلة للمواطن وتقليل فرص لجشع التجار. أيضا أضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة أن الأسعار في منافذ الوزارة بتقل عن مثيلتها في الأسواق بنحو من 20-25% نتيجة وجود تعاقدات مباشرة بين الوزارة وصغار المزارعين لبيع المنتجات بجودة عالية وتقليل التكاليف للحفاظ على اتزان السوق وحجم المعروض. أيضا أشار إلى أن هذه المنافذ لا تهدف للربح بل لضخ المزيد من المنتجات عبر قطاعات الزراعة المحمية وقطاعات الإنتاج ومشروع صغار المزارعين. خلونا ننتقل لجزء هام هو خاص بأماكن هذه المنافذ، فهي الحقيقة بتكون متواجدة في منفذ وزارة العدل إلى جانب أيضا الديوان العام، منفذ العبور، السوق توجد بها جملة لبيع الخضار والفاكهة. أيضا هناك منافذ باتحاد الشرطة بجوار سور نادي اتحاد الشرطة بشارع صلاح سالم. أيضا في منطقة الدقي فبتتواجد في شارع وزارة الزراعة بمنطقة الدقي 11 منفذ منقسمين إلى شارع الوزارة، شارع ميشيل بقوم لطرح كافة المنتجات أمام نادي الصيد. أيضا في منطقة الهرم فبتتواجد في منفذ شارع سيف الإسلام والمطبعة 2 شارع الهرم. ننتقل إلى المعادي حيث بيتواجد المنفذ بشارع الكورنيش ومنفذ السلام أمام مستشفى السلام بمنطقة المعادي. أما عن مايو فبيتواجد 4 منافذ خلف جهاز مايو أمام المجزر الآلي، ومجاورة 3 أمام نادي 15 مايو، مجاورة 7 أمام عمارات منتصر. بيتواجد أيضا من ضمن هذه المنافذ التبين بجوار حي التبين ومنفذ التجمع بجوار سور الهيئة العامة للثورة السمكية. أيضا متواجد منفذ نادي دجلة ترى البلد. الحقيقة إنه هذه المنافذ بتغطي بيع منتجات الزراعة في كافة مناطق الجيزة، بيوجد عدد كبير منها في منطقة الدقي بيصل عددها لقرابة 27 منفذ رئيسي للوزارة، وبيعد أشهرها منافذ شارع نادي الصيد بجوار الهيئة العامة للاستصلاح الزراعي، إلى جانب أيضا منافذ الهرم بتوجد بها قرابة 5 منافذ وآخر بمركز البحوث بالجيزة، وبتوجد منافذ الهرم
بمنطقة محطة المطبعة بشارع الهرم، وخمسة منافذ بمدينة 6 أكتوبر وبعنوانها الحي المتميز وسنتر، ثلاثة تحديدا أيضا بيوجد منفذ أو منفذين بكل مديرية زراعة لكل محافظة، بالإضافة أيضا لمنفذ سان كاترين أمام السنترال بجوار مخبز العيش. أما عن منفذ طابة فبيتواجد بالقرية البدوية، وفيما يخص مدينة نويبع فبيتواجد منفذ دهب بجوار مدرسة علي بن أبي طالب. يعني دي أبرز الأماكن الخاصة بتواجد هذه المنافذ، وبذلك نكون وصلنا مع حضراتكم لنهاية هذه التغطية الخاصة. أشكركم شكرا جزيلا للمتابعة، وإلى اللقاء في تغطيات جديدة على مدار اليوم.